الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. وصلنا البارحة بفضل الله وتوفيقه في قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، عندما جهزهم لإخوته بجهازهم، وبعد أن جهزهم جعل السقاية في رحل أخيه. بينا أنهم مكثوا عند سيدنا يوسف 3 أيام أو أكثر بضيافة سيدنا يوسف، ثم خشي سيدنا يوسف أن يتأخروا عن أبيهم فينشغل باله عليهم، فقال لهم: أتحبون أن ترجعوا؟ قالوا: بلى. فقام سيدنا يوسف فأمر بجهازهم، يعني تأمين ما يحتاجون إليه في السفر مع ما يحملون من حنطة وطعام، فجهزهم بجهازهم. وكان بينه وبين المشرف على المكيال والمشرف على البضاعة وتوزيعها كان بينه وبينه سر. قال له: بعد أن تنتهي من تعبئة حوائجهم اجعل السقاية في رحل فلان، في الكيس اللون الفلاني، وهو كيس أخيه بنيامين، هذا لأخوه من أمه وأبوه. قال له: بتحط الصاع بالكيس، يعني على غمق على عمق، بس انه يتستر بالقمح ما يبين. وكان هذه الخطة كان قد اتخذها مع اخيه لما تعرف على اخوه وضمه وعرفه انه هذا اخوه يوسف. قال له: انا بدي خليك عندي، ما لح خليك تروح، ولح نبعث نجيب ابوك لهون، لكن ما بحسن خليك هون إلا بعد ما بدي اتهمك بتهمة، فإذا اتهمتك لا تخاف لا تزعل، فممكن نعمل خط مشان خليك هون. مثلا 2 بيكونوا أحباب، بيكون هذا أخطأ خطأ أخذوه لو فرضا على القسم، بعتوا وراء فقدام القسم قال له: لا تزعل، بيضربه كف، ليش هيك عملت؟ امشي. فلما بالشرطة بشوفوا انه ضربوا كف وعم يأدبه واخده، ما بيحكوا، معناته اخده يأدبه هو. فكان اتفاق بين يوسف وبين اخيه سي بنيامين، كان التدبير قال له: اذا ما عملت معك وحدك ما بحسن خليك عندي، بدنا نعمل حيلة مشان خليك عندي. قال له: شو حيلة؟ قال له: بدي اتهمك بالسرقة، بذلك خليك عندي. قال له: مثل ما بدك، أنا جاهز، شو بتحب منساوي؟ قال له: أنا بعرف أنه أبوك في غم وفي هم، وإذا ما رحت رح يتأثر، لكن ما بحسن لأعمل هيك الطريقة حتى خليك عندي. فقال له: مثل ما بتريد فعال. فجعل السقاية في رحل بنيامين. سيدنا يعقوب له 11 ولد، يوسف وبنيامين
من زوجة والتسعة من زوجة تاني. فهدول الاثنين سيدنا يوسف وبنيامين اخوة من ام واب، اخواته التانيات اخوة من ايش؟ من اب. فلذلك غاروا منه. فجعل السقاية في رحل اخيه وقال لهم مع السلامة، حملهم بضائع، وبعد ما حملهم بضائع مع السلامة الله معكم، ودعوهم. وبعد أن خرجوا من عند من القصر ومن محل الميرة اللي فيه القمح وكذا، خرجوا مشيوا. بعد ما مشيوا 200-300 متر إلى نص كيلومتر، بعت وراهم على الفرس، ناداهم أيتها العير، يعني وينكن يا جماعة؟ ما حدا أجا غيركن، وما زلنا لحدا غيركن، لحنا فقدنا شيء، فإنكم لسارقون، سرقت شيء من عندنا، أيتها العير إنكم لسارقون. اتهموهم بالسرقة، وهذه من المكيدة التي فعلها يوسف بأمر الله جل وعلا لينقذ أخاه وأباه وأهله. أيتها العير إنكم لسارقون. فلذلك رجعوا على التفتيش، ما دام انسرق الصاع وما حدا أجا غيركم، وما اليوم كلنا لغيركم، ما في غيركم، فمعناتها وين راح الصاع؟ فرجعوا في تفتيش عليكم. فرجعوا، ولما وصلوا إلى يوسف وإلى المكان الذي فيه البضاعة قالوا وأقبلوا عليهم، ماذا تفقدون؟ شو الشيء اللي انسرق من عندكم؟ ما الشيء الذي فقدتموه؟ لحنا بتعرفونا أبناء إيمان وكرم وأبناء صلاح وتقوى وأبناء علم، فلحنا ما بنسرق، ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك، الصاع اللي عم نكيل فيه وهو من ذهب، وما دام الصاع من ذهب ماتوا فيه وأخذتوه، صاع الملك ما حدا أجا غيركم وما أعطينا حدا غيركم، فمعناتها وين راح؟ إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. هي الترغيب للمجرم أن يقر، المجرم مشان يقر نعمل له مكافأة، مثلا بيقولوا له منخفف لك الحكم، بدل العشر سنين نعمل لك يوم سنة واحدة إذا بتقر، إذا بتحكي. فهذا تعتبر مثل ترغيب للمجرم أن يقر بخطيئته. فمثلا الأب مع أب مع أولاده، ابنه بيكون عمله بالبيت، كسروا زبدية، كسروا شيء، فبيقول لهم يلي بيقول إنه مين هو كسرها بعطيه أنا 10 ورقات. هالعشر ورقات شو هدول بالنسبة للولاد؟ ترغيب له أن يقول الحق، فإذا قال الحق بيعطيه 10 ورقات وبيقول له هاي بوسي فوق من هون انت برابو عليك. بيشجع فيه الأعمال الصالحة، بيشجع فيه وبيرغبه نحو الصدق والعمل بالصدق. كذلك سيدنا يوسف ومن معه قال ولمن جاء به، يلي بيعترف وبيحكي في له حمل جمل كامل، نعطيه حمل جمل كامل هدية، هذا خصوصية له. ولمن جاء به حمل بعير، بشرط قبل التفتيش، قبل التفتيش يقر انه هو اللي اخده، يحكي انه هو اللي عمله. وهذا الحكم الشرعي يا ابني، ان الانسان
ما اعترف قبل الوصول إلى الحاكم فلا إثم عليه يعفى عنه. أما إذا وصل الحكم للحاكم، إذا وصل الأمر للحاكم ما عاد يصح يدخل واسطة ولا عاد يصح الاعتراف إلا أن يقام عليه الحد. فمثلا إنسان سرق وما وصل الأمر لسه للحاكم، فرد السرقة وقال له أنا أتوب إلى الله، لا يقام عليه حد ولا يحاكم. أو إنسان ارتكب خطيئة ثم أقر بذلك واستغفر وتاب قبل ما يصل للحاكم، فهذا لا إثم عليه. أما إذا وصل للحاكم وبدنا نحط واسطة، فهنا الواسطة حرام، لا يجوز لنا أن نحط واسطة بعد أن وصل للحكم ما لم يصدر الحكم عليه. بعض الصحابة نسب إلى إنسان الزنا أنه ارتكب الفاحشة، فعليه الصلاة والسلام قال له بدك تجيب 4 شهود وإلا تجلد 100 جلدة. 4 شهود بدك تجيب، منين بدك تجيب 4 شهود؟ فقال له يا رسول الله خلاص أنا بسامحه. قال له مسامحة قبل ما يصل لعند الحاكم، متى ما وصل لعند القاضي أو لعند الحاكم ما عاد في تهاون، أو أنا بسامحه، بتسامحه قبل ما تصل للمحكمة. فإذا وصلت للمحكمة لابد من الحكم أن يأخذ مجراه، ممكن يسجن، ممكن يضرب، ممكن يعذب على حسب الجرم الذي ارتكبه. فلذلك إذا إنسان كان له على إنسان حق أو كان له على إنسان مال أو شيء، فقبل ما يوصل للحاكم يبذل جهده يعمل صلحة، يعمل الصلح بينه وبين المتخاصم. فإذا عمل الصلح مشي الحال وانتهينا. أما إذا وصلت للمحكمة بدك بقى تنتظر، ممكن بسنة، ممكن بسنتين، ممكن ب3 سنوات ما تصير المحاكمة وهن بأجله. فلذلك الأفضل كما قيل خير الأحكام الصلح، الصلح سيد الأحكام. فدائما تصالح أنت وخصمك أم ما تصل للحاكم. قال له ولمن جاء به حمل بعير، حمل جمال كامل، وأنا به زعيم. الزعيم هون هو الكفيل، وأنا به زعيم يعني أنا بتكفل بعطائه حمل كامل، وبناخذ له فيه إذن من الملك، والملك بيأذن نعطيه حمل كامل إذا كان أقر بذلك. أنا به زعيم، كلمة زعيم معتبرة بمعنى كفيل، بمعنى كفيل. فلما بقول أنا زعيم بذلك يعني أنا كفيل بذلك. منها قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. الربض لحنا منسميها يلي حول البيت، البستان اللي حول البيت شو بيقولوا له؟ مجنينة، لا هي في إلى اسم حول البيت، وجيبة، الوجيبة اللي حول البيت، بستان اللي حول البيت هذا كله مع الوجيبة. فالنبي كفيل ببيت في بستان حول الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء هو الجدال، الجدال ما تجادل وإن كان معك الحق. فالجدل، الجدل يضيع الإيمان، يضيع الزمان، يضيع الأخلاق. فلا تجادل وإن كنت على حق،
وإن كنت على حق فالنبي زعيم وكفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء. عرفنا شو المراء؟ شو هو؟ جدل. أخي هذا ليمون، لا أخي هذا أناناس، أخي ليمون، لا أناناس. فبقول له مثل ما بدك، أناناس أناناس، من غير ما جادل، وأنا عرفانه أنه ليمون، عرفانه أنه بردقان، فحتى ما جادلت له مثل ما بدك، ما جادل. فلترك الجدل سجلت كفالة النبي عليه الصلاة والسلام ببيت في بستان حول الجنة. أنا كفيل، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة، وسط الجنة، بيت بنص الجنة مشرف على كل الجنة، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وإن كان مزح لا تكذب، المؤمن لا يكذب لا صادقا ولا كاذبا. مشايخنا طلعوا لفوق، الله يرضى عليكم، مشايخ طلعوا لفوق، أهلا وسهلا ومرحبا. فالكذب، المؤمن لا يكذب، لا يكذب صادقا ولا يكذب، ولا لا يتكلم بالكذب صادقا ولا كاذبا، إنما يقول الحق، الحق يقال. أنا هكذا، فبقول له ما بصدقك لتحلف لي يمين، قال له لا تصدق، أنا لا أحلف يمينا لأني صادق، والصادق لا يحتاج إلى يمين. في بعض أوقات بيجي فلان بده يحلف حلف اليمين مشان يستر كذبته. فلذلك الله عز وجل قال في القرآن: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. يلي اليمين عنده إله، ما عنده كرامة، إله إهانة، كل واحد بيحلف فيها يمين، هذا معنى ذلك أنه أراد أن يستر كذبه باليمين. أما الصادق يقول أنا أقول كذا فقط، عجبك تصدق، ما عجبك كيفك. صدق، بيجي واحد مثلا، مرة هيك طلبت إلى بعض المخافر، فالرئيس المخفر قال لي بتحلف يمين؟ طلعت فيه قلت له أنت عم تحكي هي؟ أنت؟ قال لي شو فيها؟ قلت له أنا ما بحلف يمين. شيخ يحلف يمين؟ أنا أقول حق، أقول صدق، ما بتصدق روح اسأل، روح فتش. قال لي إلا تأخذنا، عرفان ما لي عرفان، لحنا هيك من يعني طبيعتنا منحلف الواحد يمين. قلت له إذا كان واحد ما في إيمان قالوا له حلف يمين، قال له إجاني الفرج. فاليمين للكذاب فرج، أما الصادق ما بيحتاج يحلف اليمين. فلذلك عليه الصلاة والسلام قال: أنا كفيل ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. حتى بالمزح لا تكذب، تعود أن تقول الحق. أنت كسرت قول أنا كسرت، أنت تخلفت قول أنا تخلفت، وين كنت؟ كنت عند رفيقي، كنت محل فلاني، قل الحق وإن كان على نفسك. الصدق صدق يا ابني، تكلم بالصدق وإن كان عليك. تكلموا الصدق وإن رأيتم أن الهلكة فيه ففيه النجاة، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تكلموا الصدق وإن رأيتم أن الهلكة فيه ففيه النجاة. تنجو بالصدق لا تنجو بالكذب، الكذب بيوقعك، بدل ما تأكل الكف تأكل 10 كفوف، 9 على الكذب و1 على الخطيئة، لكن إذا كنت صادق ما بتأكل ولا كف. فلذلك صلى الله عليه وسلم ينبهنا أن لا يقول أحدنا أحد منا كذبا مهما كان. قال: وببيت في أعلى الجنة، أي صاروا 3 بيوت النبي كفيل بهم، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
أخلاق حسنة، لا يغضب، لا ينفعل، لا يتأثر، هذا الأخلاق الحسنة له بيت في أعلى الجنة والنبي كفيل به صلى الله تعالى عليه وسلم. فهي كفالة، كفالة، وكفالة النبي عليه الصلاة والسلام حق. شو رأيكم؟ حق. فإذا كان حق اضمان للنبي عليه الصلاة والسلام تكفل والنبي يتكفل لك. كحديث آخر ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من يتكفل لي، من يتكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أتكفل له بالجنة. كفالة النبي عليه الصلاة والسلام: من يتكفل لي ما بين لحييه. شو ما بين اللحيين؟ اللسان، اللسان، أن لا تكذب ولا تغتاب ولا تنم. فإذا كفلت للنبي لسانك، وما بين رجليه يعني العورة، أن لا تظهر على حرام، أن لا تظهر على غير الأهل. فإذا سترت العورة فما ظهرت على حرام واللسان ما تكلم بحرام، فالنبي كفيل لك بالجنة. تنتين صعبين هدول يا أخواني. من يتكفل لي ما بين لحييه، هي اسمها لحى وهي لحظ الحنكين، يعني ما بين لحييه وما بين رجليه أتكفل له بالجنة صلى الله عليه وسلم. كفالة النبي هي الكفالة الحق، وكفالة لا شبهة فيها صلى الله عليه وسلم. فمن يكفل منكم ذلك؟ تنتين، والنبي يكفل بالجنة. من يتكفل؟ تحسن عليها اللسان، لا تكذب به ولا تغتاب به، والعورة لا تظهر على أحد إلا على ما أحله الله تعالى من زوجة. فهذا الإنسان الذي يتكفل النبي له بالجنة، فهذه كفالة. وأنا به زعيم، فالنبي زعيم وكفيل، وأنعم بها من كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي المقبول عند الله شفاعته، المقبول عند الله كفالته. فإذا كفل لك فاعلم أنك من أهل الجنة، كفالة صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ثالث لح أعطيكم إياه، كذلك كفالة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اكفلوا لي بست، اكفلوا لي بست أكفل لكم الجنة. كفالة بست أشياء، يلي بيكفلها الستة فله كفالة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. أولها: إذا حدث أحدكم فلا يكذب. هي أول واحدة، وأخذنا الكفالة الأولى فيها، كفالة الأولى فيها إذا حدث فلا يكذب. بتخاف من أبوك أنه يضربك، بتخاف من معلمك، بتخاف من مديرك، تكذب مشان تنفذ حالك. قالوا: الكذب بنجي. قالوا له: الصدق أنجى وأنجى. وقول النبي حق، قول النبي حق صلى الله عليه وسلم: وإن رأيت أن الهلكة فيه ففيه، فيه النجاة. لما تصدق أنت وتريد الله بصدقك، الله عز وجل يدفع عنك الضرر ويدفع عنك الأذى. اكفلوا لي بست أكفل لكم الجنة إذا حدث أحدكم فلا يكذب. هاي واحدة، مين بيوافق عليها؟ كلكم إن شاء الله. رفع الإيد سهل،
أما بكرة بالبيت وبالمعاملة وبالسوق ومع رفقاتك ومع أصحابك، واحد عملت معه ناقصة بدك تستر حالك من الناقصة، تقعد تكذب، تكذب بالوعد، تكذب بالعمل. فرفع الإيد هي ابني عم تجعل على نفسك أن الله شهيد عليك، شهدت الله أن تكون صادقا، فلا تكذب مهما كانت الأمور، فإياك والكذب، فإن الكذب إهانة للرجل، إذا كذب الرجل فجر وإذا فجر كفر. فلا يكذب الإنسان مهما كانت الظروف، إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا ائتمن فلا يخن. إنسان ائتمنك سواء كان الائتمان على مال فعليك أن ترده، أو ائتمنك على أغراض فأن تحفظهم له، أو ائتمنك على سجادة تحفظ له إياها. واحد مثلا بده يسافر وخاف على السجادة تبعه، قال لك جار الله يخليه خلينا السجادة عندك بينما أرجع من الشام، خايف عليها، حط السجادة عندك، هذه السجادة أمانة لا يجوز لك أن تمدها ولا أن تجلس عليها ولا أن تأكل عليها ولا أن تستعملها، أمانة بتخليها. تأخر إذا خفت عليها بتفردها بالجمعة يوم، بتعرضها يوم، بتعرضها للهواء ثم بترجع بتلفها بتخبيها. أما أن تستعملها أو تمدها، فإذا مديتها وقعدت عم تاكل عليها مكب عليها مية البندورة، عامل كل سمحشي مية مرقة مكبت عليها، عليك أن تضمن له سجادة مثل حكايتها جديدة بدك تجيب له إياها، مثل حكايتها بدك تجيب له إياها، لأنك ارتكبت خطأ. وإذا غسلت له إياها ما عاد يمشي الحال، ما عاد يمشي الحال بالغسل، كأنه بالغسل بتنقص سجاد، بالغسل بينقص، فبدك جيب له وحدة مثل حكايتها جديدة. فلا يجوز للإنسان يا ابني أن يستعمل أغراض الغير مهما كان. لحنا مثلا نجيب لكم مثال، معودين لحنا مثلا هون بياع الحمص يلي بيعمل مسبحة، هلا صار يحطوه بالكيس النايلون، كان من أول يعطيه صحن بيدفع رهن الصحن، بياع العرسوس بيعطيه سطل العرسوس بيدفع رهنه مشان يرجعه، ما هي شو في كمان بياع اللبن بيعطيك السطل، أخذت السطل فضيت اللبن، متى ما فضيت اللبن بدك تغسله وترجعه. أما إذا عبيت فيه مي وسقيت زريعة فارتكبت حراما، سقيت الزريعة ماء حرام، هذا ما بجوز تستعمله، أنت جايبه للبن، استعملت اللبن بدك ترجعه. فإذا استعملته بتعباية مي سقيت الزريعة أو شطفت البيت فيه فقد ارتكبنا الحرام، عملنا حرام، هذا أمانة، والأمانة لا تستعمل، الأمانة تضمن لصاحبها. أما إذا استعملت السطل وانفكت إيده بدك تشتري له سطل جديد بداله، ما بيصح. انكسر الصحن بدك تأمن له صحن مثل حكايته، هذا يا ابني الشرع، هذا الدين. أما إنسان أخذ أمانة فلان وغط عنها والتاني أخذ أمانة فلان ونام عنها، فهذا بيرتكب الحرام في عمله. فهي أمانة الأغراض، حتى لو أن أخ مثلا أخ بالمشروع حكى لرفيقه قال له الله بدي أصل للجامع تحتاني، شو اللي كنا نصلي فيه؟ جامع حيان، بدي أصل لجامع حيان، عيرن البسكليت تبعك، عارو البسكليت، ركب أخوه الصغير وراه وراح فانكسرت البسكليت بالطريق، بدك تضمن له بسكليت بدالها، بدك تجيب له بسكليت بدالها صحيحة. ليش؟ لأنك خنت الأمانة، قلت له بدي أصل لجامع حيان، ما قلت له بدي أخذ أخي معي،
ما بيصح تركب وراك شوية خضرة، ما بيصح تحط ورا منك بطيخة. انت قلت له بدي اصل لهني، ما قلت له بدي اخذ بطيخة معي، هي امانة. فاذا اصاب الامانة شيء فانت ضامن، بدك تضمن الامانة. اما لو رايح لحالك وانكسرت البسكليت بتجيب له اياها شافتين بتقول له اخي هاي بسكليتك انكسرت بالطريق، فهون ما بتضمن لانك قايم بالامانة كما طلبت. فهلا قديش واحد بده يسير سيارة، بياخذ السيارة بيعبي برا بيحط معه ركاب، انت قلت له انا بدي اصل لمحل الفلاني، فاستعارت السيارة وحطيت فيها اغراض فقد ارتكبت خطأ. فلو احترق الموتور او ارتكب شيء بدك انت تتكفل، هي ما اسمها شو بيسموها غرامة، هي ما اسمها غرامة، لانك خنت الامانة فبدك تتكفل. اما لو ركبت لحالك وحصل معها شيء فأنت لا تتكفل بشيء، إنما دارية الأمانة، لكن السيارة أو البسكليت ما بتصلح. فهذا هي كلها لازم ننتبه إلها، الأمانة كيف يجب أن نكون في هذه الأمانة. وإذا أتمن خان، وأشد الأمانات يا إخواني، أشد الأمانات، انتبهوا، أشد الأمانات إذا قال لك أخ من إخوانك أو صاحب من أصحابك حديثا فنقلته إلى الغير، هذه أشد خيانة. صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا حدث الأخ حديث أن لا ننقل الحديث، والمجالس بالأمانة، أي مجلس جلسنا بحثنا في بحث هذا أماني لا يجوز أنه يطلع برات البحث. أما أنت حضرت الجلسة والشيخ حكى فيها، طلعت حكيت لرفقاتك لإخوانك لحلقتك، أنت خنت الأمانة. المجالس بالأمانة، حكينا نحن حديث خاص، الحديث الخاص ما بصح يطلع لبرا. أما رحت حكيت لإخوانك بالحلقة، إخوانك كل واحد صار يفسرها شكل وكل واحد صار بده يحكي شكل، فأنت خائن للأمانة، لا يجوز لك أن تتكلم بذلك. المجالس بالأمانة. وفي حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدثك أخوك بحديث وهو يلتفت، عم يحاكيك وعم يطلع حدا سمعان، إذا حدثك أخوك بحديث وهو يلتفت فهي أمانة، فهي أمانة، هذا الحديث أمانة، فلا يجوز لك أن تتكلم للغير. هلأ بنقول له أخي يا ابني الله يرضي هذا سر ما تحكي لحدا، لا خلاص بيروح بيحكي لمرته، بيقول لا أمانها، قالوا لي ما نحكي لحدا، لو ما أنت غالي علي ما حكيت لي، حكى لمرته، قال مرته بتحكي لأختها، أختها بتحكي للأم، الأم بتحكي للجارة، كل حديث فارق الإسنان شاع، متى ما طلع برات الشفتين بده يعبي البلد. فلذلك هي أمانة لا يجوز. إذا كان حكيت لزوجتك لا يجوز أن تقول للغير، حكيت لأمك ما بصح تحكي للغير. فممكن يا هل ترى، يا ترى المرأة تكتم السر؟ ممكن، والله في نساء صالحات بتكتم السر، وفي نساء تحكي لها بتقول لك خلاص، لك والله ما حكيت إلا لبنتي، وبنتي والله ما حكيت إلا لأختي، وأختها والله ما حكيت إلا، وقلت لها قلت لها أنا هذا السر لا تحكي لغيري. هذا كله الخطأ، كل واحد عم يقول للثاني هذا سر وهذا سر، وكل ماله عم ينفضح السر. فالحديث أمانة إذا كنت في مجلس والمجلس خاص وفي حديث خاص، سواء كان حديث عائلي أو حديث تربوي أو حديث ديني إيماني خاص، فلا يجوز نقله إلى الغير. فلحنا لم نكن قاعدين بجلسة خاصة بنحكي كلام ما نشوف تاني يوم نسمع من هاد نسمع من هاد،
شو مين اللي أساء حكى؟ نحن حكينا فقط بالمجلس. فالأخ الذي لا يكتم السر يجب أن لا يبقى في مجلس السر، مع أنه أسرار نحن ما في عنا أسرار، لكن في أمور ما لازم تطلع عليها الأفراد. يعني الجيش لما بيكون عنده سر كل الجيش لازم يعرف السر؟ يلي بيعرف السر فقط القيادة. القيادة بتعطي أمر لمين؟ بتعطي أمر للواء، بتعطي أمر للعميد، فبيتصرفوا. أما بيصل الخبر للجنود؟ لا يا ابن الجنود ما بيصح. فهذا السر الذي يجب على المسلم أن يكتمه. قال وإذا أتمن فلا يخن، وإذا وعد فلا يخلف. هي الثالثة، إذا وعد فلا يخلف. الوعد حكمه في الإسلام فريضة، فرض. إذا وعد أن تؤدي الوعد بوعده. قال الله تعالى في أول سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني أوفوا بالعهود. إن عاهدت أو بايعت أو وعدت فبدك توفي بالوعد. قلت له الساعة 5:00 بتكون على الباب، أما بتجي 5:05 أنت منافق، 5:10 أنت منافق. المنافق الذي يعد ثم يخلف، يتأخر بالوعد، يقول والله انشغلت، والله صار في زحمة بالطريق، والله بدك تكون حاسب كل حساب. تطلع دائما قبل البيت تحسب 50 حساب إذا كان حتى تصل على الوعد. ويجب قبل الوقت بدقيقة تكون واقف على الباب، قبل بدقيقة على الباب، طلع فتح بلاقيك واقف على الباب، ما دقيت، بدق لما بيدخل الوقت. هذا الإسلام يا ابني. فيا ترى وين صفيان هلأ الوعد بين المسلمين؟ الأب بيوعد أولاده ما بيوفي، والأم بتوعد بناتها ما بتوفي. صاير مذهب الناس مذهب كوفي ما مذهب صوفي. مذهب الصوفي يلي بيجي على الوقت، مذهب الكوفي يلي بيوعد وما بيوفي. فهذا كتير من الناس يظن أن موضوع الوعد موضوع بسيط. لا يا ابني، هذا فيه نفاق، وفيه ثلث النفاق، 33% منافق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هدول الثلاثة. فإذا وعدت ما وفيت فيك 33% وثلث نفاق. فإذا جمعت مع الكذب صاروا 66% نفاق. فإذا كان جمعت الثالثة خنت الأمانة منافق 100%. فصلى الله عليه وسلم اكفلوا لي بست أكفل لكم الجنة. إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا أؤتمن فلا يخن، وإذا وعد فلا يخلف. هي ثلاثة. الثانية وغضوا أبصاركم، غض البصر عن الحرام. ليش يا أخي؟ البعض شو بيقول استهزاء بالإسلام، قل يا ربي خلقت الجمال فتنة وقلت يا عبادي فاتقوني. استهزاء انه الله خلق الجمال يا ابني، خلق الجمال لأهله، جميلة لزوجة، ما جميلة إلك، جميلة لمن تزوجها. أما تيجي أنت تنظر إليها، والنظر إليها لحي يوقع في قلبك مرض. هذا المرض بتفكر فيها، بتصيب بتفكر، والتفكير بده يعطيك القلق، تقلق بالليل ما عاد تعرف تنام، ممكن تقع في معصية. فحتى ما تقع في هذه المعاصي كلها ألا غض البصر. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى عبدي خلقت لك العينين، عبدي خلقت لك العينين وجعلت لهما، عبدي خلقت لك العينين وجعلت لهما طبقا، فإن نازعتك على معصيتي فأطبق. غمض عيونك انتهت الشغلة.
عبدي خلقت لك اللسان وجعلت له طبقة، فإن نازعك على معصيتي فأطبق. فإذا كان الله عز وجل خلق لك طبقا للسان وطبقا للعينين فأطبق، غضوا أبصاركم حتى ما يقع في قلبك الميل إلى الشهوات، ما تقع في مخالفة الدين. والنظرة يا ابني، النظرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. بتلاحظوا دائما لما بيحطوا الصور بيحطوا القلب، وشو بيحطوا عليه؟ سهم. القلب دائما سهم. هذه النظرة، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافة الله، من تركها من مخافة الله أبدله الله إيمانا، أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. بتشوف حلاوة الإيمان في القلب، حلاوة الإيمان أن الله معك، أن الله رقيب عليك، هي حلاوة الإيمان. أما إذا نظر فالسهم دخل إلى القلب، ومتى ما دخل إلى القلب مزق القلب، ومتمزيق القلب ما عاد يحضر القلب مع الله. بدك تذكر صرت تفكر باللي شفته، فصار ذكرك لإسم الله مين؟ صار عندك الفتاة اللي نظرت إلها ماشي بالطريق وعيونك شايحة. لذلك يا ابني في الطريق، في آداب الطريق، آداب السلوك، أن المريد إذا مشى في الطريق عينه لا تتجاوز قدمه. عينك بدها تكون وين؟ محل إجرك. بدك تمشي وعينك محل إجرك، ما بتلتفت يمين ولا شمال. والأفضل من ذلك يكون معك دفتر أو مصحف، وأنت في الطريق تعود تقرأ تقرأ وعينك في الكتاب، حتى ما تنظر إلى أحد، لأن البداية أولا نظرة، بعد منا شوفي فابتسامة، بعد منها فسلام، بعدين فكلام، بعدين فموعد، فلقاء، فلعنة الله تعالى. هذا الترتيب: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، وإذا كان حصل ذلك حصل لعنة الله، لأن اللقاء دخل فيه الشيطان. فلذلك ننتبه: وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. كف اليد عن عدة أشياء: أولا كف اليد عن السرقة، لا تأخذ مال الغير ولا تمد إيدك على أغراض الغير. حتى يا أخواني انتبهوا، الدين كله ذوق، كله علم. لو كنت أنت في البيت وجيت لجاكيت أخوك لبسته من غير إذن ارتكبت حراما. قل يا أخي ولو أخوك ممكن يكون حاطط بجاكيته شيء سري ما بده حدا يطلع عليه، جيت أنت لبسته، مديت إيدك على الجيب شفت ورقة، بدك تقرأ الورقة، كشفت سر أخوك فقد ارتكبت حراما. ما بيصح يا ابني تلبس قميص أخوك، جاكيت أخوك، تلبسه من غير إذن. إذا أذن فلا مانع، أما تجي دغري بس قميصه بس جاكيته بس بنطلونه، ارتكبت أمرا حراما لا يجوز. كما أنه بيجي واحد مثلا، بيجي مثلا للجامع، بجوامع البلد مثلا، بده يفوت يتوضى، شاف شحاطة حتى ما ياخذ صباطه يلبس الصباط، أخذ الشحاطة وراح. الشحاطة إلى صاحب، طلع صاحبه بده يمشي ما لقى الشحاطة تبعه، وين الشحاطة؟ فلبسك إلها
ووضوءك، وضوءك لازم تعيده وتجدده، لأن وضوءك صار وضوءا حراما. بست نعل حرام، تلوتت إجريك بالحرام، بدك تروح تعيد وضوءك، رجع الصح شحاطة وعيد وضوء. هذا كله يا ابني أمانة، الإنسان ما عم ينتبه لهالأمور. هي كلها عنده، كلها ماشي حالة وكأنه ما في شيء. لا يا ابني، هذا كفوا أيديكم عن استعمال أغراض الغير، أو عن مد اليد إلى الغير، أو عن الإشارة إلى الغير. الإشارة كذلك يا ابني، قالوا أخي هذا اللي عم بحكي لك عليه، شايفه هذا اللي قلت لك عنه، هذا اللي حكينا لك عنه، أشرت بإصبعتك، وهذه الإشارة تعتبر غيبة، لا يجوز لك هذه الإشارة. ففي الإسلام بده يكون كله واضح، أما من وراء لوراء فلا يجوز. وكفوا أيديكم، من كف اليد كأحكام شرعية لازم ناخذ ابني، معلش ولو كان شطينا شوي عن الآية، لكن كأحكام شرعية لازم ننتبه لها. كف اليد، كثير من الناس من يمد يده إلى مال زوجته، مال الزوجة، الزوجة إلها مثلا أساور، بيجي بيقول لها أعطيني أساورك وأنا إن شاء الله لما بصير معي بعطيك إياهن. هذا مال الغير، مال الغير لا يجوز لك أن تستعمله إلا بقاعدة شرعية. القاعدة الشرعية بتكتب ورقة وبتحط عليها شهود وأمضى، بدها شهود وبدها أمضى. إيه هذا مال زوجتي، مال زوجتك مو حقك، هذا حقا مو حقك، فإذا بدك تاخده منها بدك تكتب وراء. أما يعطيني إياهن، راح اشتغل خسر، راحوا عليها، بتم تقول يا ريتني ما عطيته، يا ريتني. ما بيصير تعطيه ما لم يكتب الورقة. يأخذون لعند الصايغ، كم جرام؟ طلعوا مثلا 60 جرام، بده يضمن 60 جرام. لو بيصير جرام الذهب ب50 ليرة، بده يضمن 60 جرام، مثل ما اشترى بيرجع. فهي أن يكف يده فعن مال الغير، كل مال للغير مددت يدك إليه فأنت خالفت شرع الله تعالى. لا يجوز لنا أن نأخذ من مال الغير شيئا إلا بحقه الشرعي، أن يكون هبة أو يكون صدقة أو يكون زكاة أو يكون أجرة، فما في مانع، أما غير ذلك فلا يصح. وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم، صلى الله عليه وسلم. واحفظوا فروجكم، حفظ الفرج عن الحرام، أن لا يظهر الإنسان على شيء محرم أبدا، يجب أن يحفظ، أن يحفظ من السرة إلى الركبة، وهذه عورة الرجل على الرجل، وعورة المرأة على المرأة من السرة إلى الركبة. أما الأم على ولدها، والأخت على أخيها، والبنت على أبيها، يزيد البطن من الصدر والبطن والظهر، فلا يجوز للابن ولا للأخ ولا للأب أن ينظر إلى بطن غير زوجته، إلى بطن الأم أو بطن الأخت أو بطن البنت، لا البطن ولا الظهر، فهو حرام. فإذا وقع البصر ارتكبت حراما، بدك تغض البصر. ويجب أن يكون دائما في بيوتنا، إذا أراد الرجل أن يغير ثيابه، بده يلبس البيجامة، أن لا ينزع الثياب أمام أحد من الأولاد. وإذا كان الأخ بده يغير، ما يغير قدام إخواته أو قدام أخواته، بيطالعون لبرا، بيسكر الباب، بيغير بعدين بيفوتوا. أما أخته قاعدة شلاح، بده يغير قدام أخته،
أو أخته بدها تغير الدمه، فهذا في الإسلام حرام. ننتبه من هذه الأمور لئلا يقع فتن كثيرة تقع بين كثير من الأمور، فلازم نأخذ انتباهنا. هذه كفالة النبي عليه الصلاة والسلام، أخذناها من قول الله تعالى: وأنا زعيم، وأنا به زعيم، يعني أنا أتكفل به. فالتكفل كفالة شرعية، والكفالة بيقول دائما ثلاثة لا تقربهم، أو نقول أحرف الشوك لا تقربهم. شوك، اكتب شوك، أحرف الشوك لا تقربهم. الشين شراكة، والواو وكالة، والكاف كفالة. أحرف الشوك لا تقربهم، الشين شراكة، والواو وكالة، والكاف كفالة. فإذا تفلت واحد فمن قلك كاف الكفالة بدلل الدفع مرتبط، كاف الكفالة بدال الدفع مرتبط، فإذا عجزت فحاء الحبس في الوسط. عرفنا كاف الكفالة بدال الدفع مرتبط، فإذا عجزت فحاء الحبس في الوسط، بدك تنزل على الحبس. لذلك لابن كفالة، كفالة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الحق، أما نحن كفالتنا كلنا الله يعيننا. وأنا به زعيم، يعني أنا به كفيل. قالوا تالله، هذه التاء شو اسمها؟ تاء القسم. أحرف القسم كم واحد؟ أحرف القسم ثلاثة، الواو والباء والتاء، والله وبالله وتالله، هذول ثلاثة حرف القسم. لو قلت بالله العظيم معناتها حلف يمين، تالله معناتها حلف يمين. فقالوا تالله، فالتاء بمعنى الواو، يعني والله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. أنتم بتعرفوا أنه نحن جماعة أتقياء وصلحاء وأبناء الأنبياء، تعرفوا أنه نحن على آداب وكمال وبريئين، شلون بتنسبوا لنا هالنسبة هي؟ شلون بتقولوا أنه نحن من أهل السرقة؟ تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. نحن ما من طبيعتنا أن نرتكب السرقة، لأن السرقة أمر فيه جريمة، السرقة جريمة، والسارق جعل الإسلام له حد، وحد السارق إذا سرق عن غير جوع وعن غير حاجة تقطع يده، أما إذا سرق عن جوع أو عن حاجة فلا تقطع اليد. لذلك سيدنا عمر في عام المجاعة ما قطع يد أحد، الناس جوعانة بدها تأكل، فهذا عم يسرق، هذا السرق. جابوا واحد من الأغنياء، كان جاره فقير، جاره عنده أولاد، إجل عند الغني قال له دخيلك عندك الموسم طلع القمح، أعطيني شوية قمح بس لطعم الأولاد، الأولاد جوعانين. قال له مالك عندي ولا حبة، ما بعطي حدا. فراح الجار هذا المسكين فقير بالليل، راح حواش غمر سنابل وجايبه على البيت، مسكه الجار، مسكه بالجرم المشهود، أخذوا لعند النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله شوف سارق طائله. فالنبي قال له: لما سرقت؟
قال: يا رسول الله، عندي 4 من الصبية منذ 3 لم يذوقوا طعاما، ولقد أتيته، جيت لعنده على البيت، قلت: أطعمني فإن أبنائي جياع، فلم يطعمني حبة، فأنا جوعان ولاد جوعانة، اضطريت آخذ. فصلى الله عليه وسلم التفت للغني قال: ما أطعمت إذ كان جائعا، ولا علمت إذ كان جاهلا، وأتيتني به أقطع يده، أما كان الأولى بها أنت؟ أنت الأولى أنه أقطع إيدك، لأنه أنت حرمته. خذه فأعطه وسق بعير، حمل جمل عطيه صلى الله عليه وسلم. فالفقير إذا سرق عن فقر وحاجة فلا تقطع يده. كمان لو حصل في البلد مجاعة وحصل سرقة لا تقطع اليد، إنما تقطع اليد لمن اتخذ السرقة عادة، أو اتخذ السرقة وهو في غنى، لكن بده يكتر رأس ماله، عم يسرق مشان يكتر رأس ماله، فهذا تقطع يده. في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كانت امرأة تأتي قوما، تجي لعيلة فلان، لعيلة فلان، تقول لهم: والله في عنا عرس وما عنا استعداد نشتري للبنت، دخيلكم عيرونا الأساور مشان الليلة بس ندخل العروس. فيعطوه تعطيها هي أساور، تروح لعند الثانية تجيب أساور، تأخذ الأساور وما ترجعون. لك يا بنتي وين الأساور؟ لك رجعينا الأساور. ما عندي أساور، ما أخذت منكم شيء. فجابوها للنبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليك يا رسول الله. فقال: لتتوب هذه، خلي أول كل التوب وترجع المسروقات إلى أصحابهم، ترجع لهم ذهباتهم. قم يا فلان فاقطع يدها، قم فاقطع يدها، بده يتصلى إيدها. ليه؟ لأنها عم تأخذ المال مشان تكتر غناها، ما مشان حاجتها ولا مشان فقر. خذها وقطع إيدها. فهذا هذا الإسلام لمن سرق. والسرقة لو كانت بما يكفي طعام إنسان تقطع إيده إذا كان عن غير حاجة، أما إذا كانت عن حاجة فلا تقطع اليد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر، في حديث النبي قال: من سرق سرقة أو من سرق سرقة فوجد سرقته عند رجل غير متهم، نجيب مثال: واحد اجى لعندك على المحل، حاطط انت بضاعة وبتعرف بضاعتك، فسرق من هالبضاعة غرض وجاب لي اياها هدية الي، قال لي: هذا هدية، الهدية انا باخذها مقبولة، اخذت لها هدية، انت جيت لعندي شفت الغرض المسروق عندي. شيخي منين هذا؟ إنه والله مني أنا جاني هدية. ولسيدي هذا انسرق من عندي. فالنبي شو قال عليه الصلاة والسلام؟ من سرق سرقة فوجد سرقته عند رجل غير متهم، ما متهم بدينه، إنسان صالح، فإن شاء أخذها بالقيمة. وهذا أنا إذن له: أخي أنا اجتني هدية، أنا بيع تشتريها ب10,000 بعطيك إياها، فإن شاء صلى الله عليه وسلم أخذها بالقيمة، وإن شاء اتبع صاحبه. والأخي مين اللي انت هداك إياها؟ أنا هدايا إياها فلان، بيروح لعنده
بياخده لعند القاضي بيقول له هذا سرق من عندي غراب واخده لعند الشيخ هدية. فيا بيلحق يلي يابا او بيشتريها بقيمتها. هي السرقة. فبيظن الناس انه الاسلام مجرد ما يسرق بيقطع ايده. لا يا ابني. في احكام شرعية بالسرقة. السرقة الها اوقات، الها محلات، الها. فاذا الانسان سرق عن حاجة وضرورة وجوع فلا يؤاخذ. اما ان سرق عن غير حاجة او استدان من الناس ولم يرد فهذا سارق يعتبر. استدان ولم يرد، مثل هاي المرأة اخذت الاساور من هون، اخذت الاساور من هون، وخاطركن وين الاساور؟ ما في عنده شيء، شلاها حمد. ما هي ما هيك بيقولوا شلاها حمد؟ ما راحت، او على مذهب، على مذهب شرلب. تعرفوا مذهب شرلب؟ هذا مذهب ولا ماشي وقائم؟ هذا مذهب حنفي ولا شافعي؟ هذا مذهب شرلب. مذهب مين هذا؟ واحد حكى لواحد انه بدي شغل عن المال، بدي عندي شغل وعندي تجارة وعندي بضاعة وعندي محلات وعندي وعندي. فهذا من كتر ما سمع منه ايه بشاركة. قال له انا المشروع مكلفني 5 مليون ليرة، انت بتدفع لي، بتدفع لي 2 مليون، انا بقبل منك. دفع له 2 مليون على البركة. بالإسلام ما في بركة. دفع له 2 مليون، لا في شركة ولا في شيء. وين الشركة؟ أني شركة؟ لك ما قلت لي في شركة؟ أنا ما بعرفك. لك ما عطيتك 2 مليون ليرة؟ قال ما بعرفك أنا، منين جاي تتبلاني؟ عم تتبلاني 1 مليون منين؟ أنا ما بعرفك. لك قال له يا ابني ما قلت لي شيء في شركة وعندك كذا؟ قال له أنا ما عندي شيء، ما عندي شيء ولا بعرفك ولا أخذت منك شيء. فهذاك نزل عند القاضي، يا قاضي دخيله. قال له استدعى القاضي. فأجى المحامي قال له دخيله دبرها. قال له بطالعك منها مثل الشعرة من العجين، بس 50-50. شو معنى 50-50؟ نص بالنص، يعني 1 مليون لك 1 مليون إلي، طالعك براءة. قال لهم موافق. راح المحامي على الجلسة الأولى قال لهم مريض مع حسين من أجل الدعوة. أجلوا الدعوة 20 يوم. كان راح المحامي راح طالع ورقة من مستشفى المجانين باسم فلان بأنه فلان مجنون ولا يعي ولا عقل فيه. ظبط أموره وجاء بده يفوتوا على المحكمة. قال له شوف مثل ما بقول لك بتحكي، اوعى تخربطها. قال له أبدا. شو بتقلي؟ قال له هلا بتفوت بيسألك القاضي شو اسمك؟ قال له شرلب. اسم أبوك؟ اسم أمك؟ شو بتشتغل؟ وين بتروح؟ قال له غير كلمة شرلب لا تحكي. شرلب شرلب يعني شرقها اوعها. قال له خلاص. فاطل عند حاكم فلان لفلاني محامي. قال له قوم. اجى لقدام القاضي شو اسمك؟ قال له شرلب. شو اسم ابوك؟ شرلب. قديش عمرك؟ شرلب. وين ساكن؟ شرلب. شرلب. المحامي طالع الورقه قال له يا سيدي يا هذا مجنون، مجنون ما في وعي، ما بيعرف. ورقه من المستشفى وممضيه ومختومه. فالقاضي قال
حكمت المحكمة ببراءة فلان لأنه لا وعي له، براءة مع السلامة. هذاك قال له مليونين يا سيادة القاضي، قال له براءة ما في عقل ومجنون. طلع لبرا المحامي قال له شلوني معه، قال له والله عظيم. شو يعني؟ اوكي يعني. قال له هات شو؟ قال له شو رلب؟ قال له هات عم قال له. قال له شو رلب؟ قال له برجعك على السجن. قال له شو رلب؟ يا صار هلا مذهب الناس كلها ايش؟ على شو رلب؟ لا اله الا الله. تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. عم يسألوا أخوات يوسف، أنتم بعقيدتكم بدينكم بشرعكم شو جزاء يلي بيكون سارق؟ فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ أنتوا احكموا. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يلي بنوجد في رحله هالصاع، فجزاؤه أولا أن يكون عبدا سنة كاملة لصاحب المال. واحد سرق 500 ورقة بيصير سنة كاملة عبد عنده، ثم يضرب ويحبس حتى يرد المال. قال هيك لحنا عندنا في الشريعة، جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. أما في مذهب المصريين أن السارق يرد المسروق ويكون سرق في يكون في كل حياته عبد للمسروق. في شريعة يعقوب سنة بعدين يضرب، أما في شريعة مصر رح يصير عبد كل حياته. طيب قال أنتوا هلا حكيتوا وأنتوا حكمتوا كذلك، يعني هذا الجزاء كمان عندنا مثل حكايته، كذلك نجزي الظالمين. هذا جزاء من ظلم نفسه وتعدى على مال الغير، يلي بيتعدى على مال الغير بده يتحمل الجزاء. طيب فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. هون ابني اسلوب فن الحكمة أو فن التمثيل، فن التمثيل. تتفرج لما بيكون في تمثيل بده يفوت يدور على غرض، بيدور هون وبيدور هون وبيدور هون، بعدين بيرجع بيفتح الدرج بيطالعه، هو عفان موجود بالدرج، لكن هذا فن ايش؟ فن التمثيل. فسيدنا يوسف في فن بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، بدأ بوعاء الكبير، فتش ما في شيء، ثاني ما في شيء، الثالث ما في شيء، عم يفتشوا سيدنا يوسف واقف فتشوا. لما وصل لأخوه قال له لا بد تفتشوا، خلص هذول جماعة صالحين ما بيعملوا شيء، خلص لولو مع السلامة. قالوا له لا ما بنرضى حتى تكمل التفتيش، حتى تكمل التفتيش هي انه انتم صالحين، خلص ما دام تسعى هذا اخوكم. لا قال ابدا ما بنروح حتى تكمل التفتيش للكل. يلا نخو الجمال، بدا التفتيش، الكبير يلي اصغر اللي اصغر، التسعة ما وجد شيء. قال لهم أنتم صالحين لا تأخذونا سامحونا ومع السلامة. قالوا له أبدا ما منمشي
حتى تكمل التفتيش. طيب مدوا إيديه هون وهن اللي حاطين يعني. فطلع فاستخرجها من وعاء أخيه، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. لما طلعت طلع الصاع من الكيس كلهم واقفين، طخوا روسهم ما عادوا حسنوا يحكوا، ما عادوا حسنوا يتكلموا. شو ها لك بنيامين؟ لك شو ها سوت وشنا؟ لك هيك انت؟ لك انت بتسرق؟ يعني لح تعمل مثل اخوك اللي عمل يلي عملها من قبلك؟ اخوك سرق وانت كمان بتسرق؟ معودين على السرقه يا اولاد راحيل؟ راحيل امهن. قال لهم انتوا اللي جبتوا الشر كله، مين منكم اللي حاطط لي اياه؟ واحد منكم حاطط لي اياه، انتوا بدكم ترموني مثل ما رميتوا اخي، مثل ما اوقعتوا اخي، انتوا بدكم ترموني. مين اللي حاطه عندي؟ واحد منكم حاطه عندي. قالوا له احنا ما دخلنا ولا احنا ما حطينا، لكن انت اللي اخذت. فقال لهم أتى البلاء لأخي منكم ولا أنتم كمان عم تتبلوني من شان ترجعوا لعند أبي وتقولوا له أنه أخ ابنك سرق، وأنتوا اللي داسين لي وأنتوا اللي حاكين لي فيه. فأنزل الله كذلك كدنا ليوسف، يعني كذلك دبرنا الحيلة ليوسف حتى يخلي أخوه عنده حيلة. بهالمكر هذا يسمى حيلة شرعية، وكذلك في حيل شرعية عندنا في الإسلام، والله تعالى بيّن لنا بعض الحيل الشرعية. فكذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. دين الملك يعني في حكم الملك، في قضاء الملك. قضاء الملك أنه بده يصير عبد. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. الله شاء ليوسف ذلك حتى تكمل المخطط، يجيب والده ويجيب والدته لعنده عشان يتم المنام اللي شافه. فهنا في حيلة شرعية. مثلا الله بين لنا في القرآن أن سيدنا أيوب صلوات الله وسلامه عليه مرض 17 سنة، مرضه. فأتى الشيطان إلى زوجته قال له إذا بتقص شعراتك بيطيب جوزك. فقصت شعرها، فلما رآها سيدنا أيوب غضب. شو هاد؟ قالت له هيك قالوا لي، هيك الطبيب قال. قال له الشيطان لعب عليك، والله لئن عافاني الله لأجلدنك 100 جلدة، 100 ضرب، ما 100 ضرب. وشفاه الله تعالى، وإذا الله شفاه بده ينفذ بقى، بده يضرب مرته 100 جلدة. 100 جلدة شو بيصير فيها المرأة إذا بدها تأخذ 100 خرزانة؟ بدها تموت. فرب العزة فتاله إياها، قال خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. شو الضغث؟ باقت قش. هلا مثلا مقشة، مقشة كم قشة فيها؟ أكثر من 100، ما هي؟ فأخذ المقشة وضربها ضربة واحدة انفدى اليمين. هي شو يقال لها؟ هي حيلة الله عز وجل جعلها له فداء ليمينه، لأنه لو ضربها 100 كان بدها تموت، فكان بدها يفقد زوجته يلي صبرت معه 17 سنة. فالله عز وجل جعل له
هذا المخرج حتى يخرج من اليمين من غير كفارة. ومثل ذلك سيدنا إبراهيم لما راح إلى مصر، وكان فرعون مصر حاطط على أبواب المدينة كل امرأة جميلة يعطوه خبر عليها. كانت زوجة سيدنا إبراهيم سارة كانت من أجمل خلق الله، فلما دخل إلى مصر لحوها، شافوا وين نزلت هي وياه، عطوا خبر لفرعون قال له جيبوا لي إياها، إذا زوجة بياخذها فرعون، وإذا أم أخت الأخت ما ياخذها، أما أم بنت زوجة كان ياخذها، ما دام جميلة ياخذها. فبدون ياخذوها بدون ياخذوها. فقال لها إذا سألك فقولي أنك أختي وأنا أخوك، فليس في المدينة على الإسلام غيري وغيرك، فأنت أختي في الإسلام وأنا أخوك في الإسلام. هيك أحكي. دخلت لعن الملك، الملك لما شاف انبهر، فهي رفعت بصرها إلى الله وقالت اللهم اكفيني شره بما شئت وكيف شئت، مد إليها يده فيبست. ما عاد حسين حركها، قال ادعي لي ترجع إيدي وما بس ما مد إيدي عليك. قالت اللهم رد عليه قوته، رجعت إيده. لما شاف رد مد إيده مرة تانية بده يمسكها، فيبست يده ثلاث مرات، يبست يده. قال له لك شو جايبين لي جنية، جنية رجعوها وعطوها هاي العبدة كمان، عطوها كمان الخادمة يلي شو اسمها هاجر، فعطاها الخادمة الله اطلعي. فرجعت بعت ورا سيدنا إبراهيم، هاي شو بتكلك؟ قال له أختي، أختي بإيش؟ بالإسلام. فكلمة أختي نفدت منه ونفد من الملك ورجع. فهي كمان حيلة شرعية حتى ما تمس به أذى. والإسلام كله مصالح يا ابني، مصالح شرعية، لكن ما بيصح يجي واحد يتخذ حيلة، مثل مثلا هذه حيلة غير جائزة شرعا. رجل عنده مال وجبت عليه الزكاة، عنده مثلا 4 مليون ليرة سوري، قديش بيطلع عليهم زكاة؟ 100,000. بيطلع عليهم زكاة 100,000. فأجا برمضان، نص رمضان، قال لمرته قال له هدول المصاري هبة مني إليك، أنا وهبتك ياهن. ما دام وهب ياهن هو طلع من ماله، صاروا ملك مين؟ ملكها. وهي بتطالع عليهم زكاة؟ لا، حتى يحول عليهم الحول. فصاط الحول عنه، صاط الزكاة. أجى رمضان تاني قالت له أنا وهبتك ياهن. ما شاء الله، صاط الزكاة. حيلة شرعية، هذا تهرب من حكم دين الله، من حكم الشريعة المطهرة. فهذا بيصيب حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته، ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته صلى الله عليك يا رسول الله. فإذا ما خالطت الزكاة مالا إلا أهلكته فهذا ماله كله بدو. ومما عرفت في حياة كنت في حي الأكراد، وهالحل القصيدة هي صارت الحصيدة هي. واحد كان من الأغنياء وعنده أراضي من الأغنياء، كان باشا
باشا من البشوات، واجب عليه زكاة بالليرات الذهب في ذلك اليوم، كان واجب عليه ما يقارب 10,000 ليرة ذهب. 10,000 ليرة ذهب بيشتروا كان حي. فحصد وجاب كيس قمح لبيته، كان يعبوا الكندوشين، شو بسموه بالبيت كندوش، كان يعبوه بالبيت، فجايب كيس قلمين أحمر، كيس قمح، جاب 10,000 وحطهم بوسط الكيس. وبعد خبر لشيخ الجامع، شيخ الجامع اختيار ما بيحسن يحمل حاله، قال له يا شيخنا، قال له انا طلع عندي زكاة هالكيس بما فيه، بتقبلوا مني زكاة مالي وزكاة كل اللي عندي، بتقبلوا مني زكاة؟ قال له قبلته منك. قال له يلا بسم الله احمله. قال له انا بدي امشي بدي سافر، ف يلا احمله. هو بدي احمله، قال له انا ما بحسن احمل 10 كيلو، 10 طنطان ما بحسن بحمل، شلون بدي احمله؟ قال له شيخي دبر حالك، انا بدي امشي يعني ما عندي وقت اكثر من نص ساعه بدي امشي. إيه ما في امكان. قال له بتبيعني اياه؟ انا بهون عليك، بتبيعني اياه؟ ايه ببيعك اياه. بقديش؟ قال له 20 ورقة. قال له هي 20 ورقة، مع السلامة. قال أنا اشتريت منه الكيس، بعت الكيس بما فيه. قال له بعتك الكيس بما فيه، شو بيعرفوا هذا شو فيه؟ عمل حيلة. لكن ماذا حصل بعد ذلك؟ هالحيلة هي نفذ حاله انه هو دفع واشترى، اشترى كيس القمح. لكن قول النبي ما خالط طيل الزكاة مالا الا اهلكته، فترك البيت وراح، طلع على الضيعة، طلع على شو اسمه، بالليل صار حريقة عن جاره، فامتدت الحريقة من جاره الى بيته، رجع وإذا البيت صاير صفوة، بسجاده بغراضه بكذا، ما كان في سهل، الجيران كان يجوا بسطول المي يعبوا سطول المي ويكتوا، بين ما يعبي سطول المي ويجي تكون له بيت. فاحترق البيت بما فيه، ومن جملة اللي احترق كيس القمح وبسطن منه الذهبات. صدق رسول الله، صدق رسول الله. فقال كذلك كدنا، يعني دبرنا حيلة ليوسف، كذلك كدنا ليوسف، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في حكم الملك وحكم مصر، إلا أن يشاء الله، يعني بما قدر الله عز وجل، إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء. الله عز وجل جعل رفعة سيدنا يوسف هذه الرفعة لأنه صبر في البداية. الصبر في البداية كرامة في النهاية، ومن لا صبر له في بدايته لا كرامة له في نهايته. فصبر في بداية الأمر على الصحراء وعلى البير وعلى الخدمة وعلى تسلط النساء، مع هذا الصبر نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. مهما كنت عالما في عالم فوقك، فوق كل ذي علم. سيدنا علي كان النبي مسميه عليه الصلاة والسلام، قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، مع أنه هذا الحديث عند أهل الحديث ضعيف، أما عند إخواننا الجعفرية حديث صحيح.
فمدينة العلم علي بابها، مع أنه عالم. كان سيدنا عمر كل ما أراد عمل كان يطلب سيدنا علي يبحث له أمر، إن شاء الله الدرس الجاي بشرح لكم إياها. فكان سيدنا علي حل المشاكل. مرة سيدنا علي على سيدنا عمر أظن جايبين واحدة بنت بدهم يقيموا عليها الحد إنه زانية. وقف سيدنا علي شو قال نقيم عليها الحد ليش؟ قال لأنها تزوجت وولدت لستة أشهر، الحمل لست أشهر ما بيصير، فمعناتها الولد من غيره، الولد تسعة أشهر. مين اللي حكم؟ عمر حكم، قال له نوف. فذهب إلى عمر وقال يا عمر كيف تقيم عليها الحد؟ قال له حامل، حامل من غير زوجها، ست أشهر ولدت وجابت ولد. قال له وهو ولدها شلون تقيم عليها الحد؟ شلون ابنها؟ قال له أما قرأت قول الله عز وجل في القرآن، الله ذكر أن المرأة ترضع ولدها والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع سنتين. وآية ثانية قال وحمله وفصاله 30 شهرا، 30 شهرا. فإذا كان الرضاع سنتين يعني 24 شهر، أديه صفي الحمل 6 أشهر. قال له الله عم يقول في القرآن 2 الرضاع وحملهن وحمله وفصاله 30 شهرا، معناتها تلد من 6 أشهر. فسيدنا عمر قام وقبل رأس سيدنا علي وقال له جزاك الله خيرا، لولاك لهلكنا، كنا أمن الحد على بريئة لهلكنا. فهذا العلم، مع هالعلم اجى واحد لعن سيدنا علي رضي الله عنه. سيدنا علي قال له المسألة كذا وكذا، قال له لا المسألة كذا وكذا. فسيدنا علي ما قال له لا، سيدنا علي قال قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، إذا أنت أعلم مني فالله يبارك لك. ما قال له ما لك حق، ما صحيح، وفوق كل ذي علم عليم. هذه الآية إن شاء الله مالت الآية نشرحها مع الدرس الآتي بتوفيق الله عز وجل. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. وقفنا عند قول الله تعالى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. إن شاء الله الجاي الثاني بتوفيق الله عز وجل نتمم التفسير. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يغفر لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين.